السلام عليكم، أنا الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال في كلية طب القصر العيني. وطبعا موضوع الساعة هو الكوفيد 19 أو فيروس الكورونا. السؤال اللي بنتسأله كثيرا هو فعلا الموضوع خطير وليه خطير، ولا دي مبالغة؟ الإجابة سهلة جدا، لا الموضوع خطير، الموضوع جد وما فيش مبالغات. طب إيه سبب اختلافه عن الحاجات التانية؟ واحد، إن الفيروس ده سريع الانتشار، يعني بيتنقل بسهولة جدا، كل واحد بينقله في المتوسط لشخصين ونص، والمتوالية تفضل تزيد، وبالتالي في خلال أيام قليلة بتلاقي العدد تضاعف زي ما احنا شايفين. ابتدينا بأعداد قليلة وصلنا النهاردة إلى 3/4 مليون شخص. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه للأسف والحمد لله في نفس الوقت ما هواش فيروس شديد العنف في المرض من البداية زي السارس وزي الميرس، ففي كتير للأسف أخدينه بصورة خفيفة وماشيين على رجليهم وهم ما يعرفوش في فترة الانكوبيشن بيريود. ده بيخليه تاني سريع الانتشار فبينتشر، لأنه طبعه هو سريع الانتشار. ونمرة اتنين، بينتشر لأنه بيجي 80% من الحالات ما بتبقاش شديدة وما بتحتاجش مستشفيات فبتتنقل. طيب تالت حاجة، نسبة الوفيات فيه عالية، 20% من اللي بيجي لهم بيدخلوا المستشفى، 5% بيحتاجوا رعاية مركزة. لو الخدمة الطبية تعثرت مش هنلاقي أماكن لا في المستشفيات ولا في الرعاية المركزة، وبالتالي 20% هيعانوا مشاكل. فإذا الموضوع جد، والموضوع ينبغي أنه يتاخد بحذر، وننفذ التعليمات كلها اللي بتتقال للمنع الانتشار.